حبيب اللي بحبه وما شفت ازاي حد. اه والله العظيم حبيب اللي بحبه. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه. كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. استني تتعلم فين تاني. لا ما خلاص ذكر الزريبه في القسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس مضرب حاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش نهار اسود. تعالى يلا على البيت، في حساب قديم لازم نخلصه. يلا خلص خالص، لا صوت ولم عليك ولا اكلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوق، انت كده كده جاي لي. غور ياض، غور من هنا. اوصلك غور. يالا غور. يا خبتك التقيلة يا فتون، انت واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحمسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جاية يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على فكرة. سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قالك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في القسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامة. والمصحف نورت. طب عليا النعمة من نعمة رب. أنا قلبي كان هيقف لما عرفت إن الحكومة مسكتك بكيس بودرة. مالها دي؟ ركز معايا هنا. أنت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ أنت مجنون يا بت. وأنا لو اتقبض عليا الحكومة هتسيبني أخرج. أمال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى ونش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه ونش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالى هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك فيك؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. إيه؟ ونش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبلد. هادي اخرك مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه. ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يقول. ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلامي. والا هديكي بالجزمه في عود دماغك. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا مش خاطر يا راشد، ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا بستين داهيه. حقك فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. تتخلصوا منكم. انا ماليش قاعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ يا جدع يا راجل، لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامة بقى عشان انت واقف عليا بخسارة. هات لنا يا ابني البيرة والشيشة. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودة. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول وما تخلوش يشوفك.
انا جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ وانت كنت زعلتيني؟ امر الله عليا، اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجعه في انصاص الليالي وبتتطوح، والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه، ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عالي ابقى عني. انت دي ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام؟ تمام. طب اقول لك ايه؟ تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخوي اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع بص على الفرخه مشويه ويخلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه. يا علو، مش جاي لك نوم ليه؟ انت بقالك هنا في السجن 7 سنين مش كده؟ 7 سنين ايه؟ لسه ما كملتهمش. تسأل ليه؟ متجوز؟ يعني العمر ده كله مثلا هقضيها تحرش؟ متجوز طبعا، وعندي بنت وولد. بنت ما شاء الله بقت عروسة، ده 10 سنين. والواد بقى راجل عنده 16 سنة. انت بتسأل ليه؟ ومراتك؟ ست أصيلة، صيناني محافظاني، جوزتها وأنا فقير، هي كانت غنية أوي، أهلها وقفوا قصادها، لكن هي قالت لا هتجوزه. لفوا لي قضية تزوير وشيكات وسلع فاسدة، هي قالت لا.
جوزي ما ياكلنيش حرام، عملوا عليها كومبينا عشان نتطلق، لكن هي قالت لا، راجل حافظاني وصيناني. انت بتسأل ليه؟ لا مفيش حاجة. نعم يا عم خلف. كون ده اللي شغل دماغك؟ تصبح على خير. تمنى أهله. ولا بقى بيت، دي وكالة. يا بيت مالك يا بيت بتتنفضي كده ليه؟ لا يهمك انت. ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفضي؟ راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب دل ده؟ ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلت الحسن ليه يا راشد؟ عشان تتجوزني؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل الحسن ليه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ انا مش عارف. انا ما اعرفش ايه هو. رمي بلا ده. انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 دقيقة. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. قابلتك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك من سرعة تعرف. سيب البيت هتموت. تعرف انت سكرانة ولا ايه؟ سيبوا معرفة يفتوا. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟
يا دماغي يعني يا اما الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص ملح وداد زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش ما حصلش. لا ولو قالت اي حاجه هقول لها لا غلط. لا 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 هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. مين اللي معدي هنا؟ انا هيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتون احنا لازم نختفي من هنا. انت عامله كده ليه يا عسليه؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسليه؟ ايه ده في ايه يا انا جيت لك عشان ما اقلش ايه بس يا حبيبتي في ايه؟ اهدي ما انت هنا ما حدش يقدر يمسك. يا نهار اعملي ليمون بسرعه. يا سوري بعد اذنك عسليه مش هينفع تقعد هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني، دي متجوزه واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عامله جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا، نوين هي تقعد عندنا. انا والله العظيم ما كنت اعرف راشد اللي انا متجوزه. احنا مالناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave، فاهمه ولا لا؟ بعد اذنك يا ماما. احتاجتي اي حاجه كلميني. Sorry Sally he's my son. انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. شش انت اتخبلت في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكوا لي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا اخي. خناقة معايا على شغل وفلوس وكده. وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت أنا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن تلات أيام كده عقبال ما الأمور تتحسن يعني. ماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي. وافهمي بقى إن من النهاردة دي شقتك وأنا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الأصول؟ شايف الجدعانة؟ الله. طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة ما فيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ انا مش قادر الف لف لنفسكم. انا هنزل اشم شوية هواء. سلام. اوعى تروح الحارة. فتون. نعم قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكايه عسليه؟
أنا هلف سجارة كاملة لنفسي واشربها كلها وبعدين أشوف أحكيلك ولا محكيلكيش. محدش بيموت ورا حد، عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسلية، حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما اتمنيت من ربنا حاجة قد ما اتمنيتك. من ايدك خالص، مفهوم؟ مالك حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ مجدي حتة سرير معاك فلوس نعيش 5 جنيه وهديك حاجة أبسط. خد أدي 10 جنيه ومش عايزة حاجة مني. اللي معايا ده انت محتاجاله على الاخر. بس انا مش عايزه حاجه. طب اتفرجي عليها الاول. يا عم والله ما عايزه حاجه، مش انت كلت وخدت فلوس؟ الله يرضى عليك سيبني في حالي. اسمعي بس، التوهه اللي انت فيها دي علاجها معايا هنا، هديهولك ويهديك. ما قلتلك مش عايزة. ايه؟ ايه دي؟ ايه دي بقى؟
أنا مش هسيبك، بس هي محتاجة لك أكتر مني. هي هتخاف عليك زي ما أنا كنت بخاف عليك. هتبقى صاحبتك. يلا بقى ما تزعليش، ما تزعليش. يا عم أنت البتاعة دي أنت ما تخافيش، دي طيبة وشبهك. بصي هوريكي حاجة، شايفة بتحب تبدرى في الألوان، فهمت أنا قصدي إيه؟ تبداري في الألوان أنت الأخرى، أي مكان تحطي فيه شوفي اللي حواليكي عايزين إيه. طب مش مهم اللي على هواكي، المهم اللي شبهه. ما تخافيش، دي طيبة، دي طيبة، تعلمي منها. ما تخافيش، خلي بالك منها، ها؟ خلي بالك منها. أنت سايبها لي ليه؟ أنت محتاجاها، محتاجاها قوي، ويا ريتك تتعلمي منها. على فكرة أنا اسمي عبد، يسوع يسوع مام حبيبي. عضتني. واتس رونج يا حبيبي؟ انت كويسة؟ نو ام نوت كويسة، مش مبسوطة خالص من اللي عملناه مع سالي ده، وانت السبب على فكرة. استبقت مام، احنا كنا لازم نعمل كده، دي واحدة من بيئة واطية، ثم انت حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. I don't know. ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعملينا مشاكل لا. تعالي معايا الجامعه ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رايك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي.
ايه؟